السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة الإسكولة. النهاردة بنقول لك لماذا؟ 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 إيه لماذا دي؟ عبارة عن أداة استفهام بمعنى ما السبب؟ طيب هل هناك أهمية للتساؤل؟ لازم تسأل وتقول لماذا؟ هل العلماء كانوا يتساءلون؟ طيب وما نتيجة التساؤلات؟ هل تساءلت من قبل لماذا خلق الله الكون؟ لماذا حدث كذا؟ ولماذا هذا؟ كل ده هنعرفه في قصة لماذا؟ لقد تعبت يا أمي من أخي، فهو لا يقول شيئا سوى لماذا ويكررها دوما. فابتسمت الأم وقالت يا مالك، لقد كنت مثله وأنت طفل صغير، لكنني لا أعرف لماذا توقفت الآن عن التساؤل. شعر مالك بالضيق من كثرة تساؤلات أخيه. قالت له الأم، أنت كنت مثله وأنت صغير. ويلا بينا نكمل بقية الحكاية. غادر مالك الغرفة وذهب ليذاكر دروسه في هدوء، وانتظر عودة أبيه بفارغ الصبر ليجري معه حديثا مطولا. أكيد كان عاوز يسأل هل كان مالك وهو صغير أيضا كثير التساؤل؟ وبالفعل بعد تناول الغداء طلب من والده أن يجلس معه، فرحب بطلبه وجلس معا يتبادلان أطراف الحديث. فبدأ مالك يسأله قائلا، هل كنت وأنا صغير أتساءل كثيرا مثل هاني أخي؟ فضحك الأب وقال، لقد كنت كثير الكلام والسؤال أكثر من أخيك. إيه ده؟ هل إحنا كنا متوقعين إن مالك كمان كان كثير التساؤل وأكثر من أخيه؟ لكنني لا أعرف سبب توقف فضولك وقلة تساؤلاتك الآن. رد مالك سريعا، الحمد لله لقد توقفت عن الإزعاج. مالك كان متخيل إن كثرة الأسئلة دي عبارة عن إزعاج للآخرين، وأصبحت شخصا عاقلا ناضجا، وهو الآن يشعر أنه أفضل مما سبق لأنه توقف عن كثرة الأسئلة. السؤال الأول هنا بيسألني على القطعة وبيقول لي ما شعور مالك تجاه أسئلة أخيه؟ طبعا مالك كان يشعر بالضيق ويشعر بالانزعاج لأن أخيه كان كثير التساؤل. لماذا انتظر مالك عودة أباه؟ انتظر مالك عودة أباه ليسأله عن كلام الأم. هل كان مالك أيضا وهو صغير كثير التساؤل؟ هل كان مالك مثل أخيه وهو صغير؟ طبعا كان كثير التساؤل أيضا. يلا تعالوا نشوف أهم المفردات. دوما معناها باستمرار، دوما أكيد مضادها توقف، حاجة مستمرة وحاجة بتتوقف. ابتسمت يعني ضحكت بدون صوت. ابتسمت مضادها عبست، كلمة عبست يعني كشر ملامحها. مطولا معناها طويلا، يبقى مضادها عابرا، شيء عابر. سوى معناها غير، التساؤل مضادها الإجابة. بفارغ الصبر معناها كاد ينفذ صبره. يتبادلان أطراف الحديث يبقى يتناقشان. ما مضاد هدوء؟ هدوء مضادها ضوضاء. وما مضاد ضحكة؟ ضحكة مضادها بكى. فضول حب المعرفة. ناضجا كبيرا واعيا. الإزعاج مضادها الهدوء. يلا نكمل باقي القصة. تعجب الأب من رد مالك، لكنه رد قائلا، تعال معي يا مالك إلى مكتبتي لأريك بعض الأشياء. نظر مالك للمجلدات الكبيرة والعتيقة، كلمة عتيقة معناها قديمة وأصيلة. فقال الأب، انظر يا مالك هذه الإبداعات وما بها من اختراعات كلها بدأت بفضول وتساؤل بسيط. يعني معقولة كل الإبداعات اللي موجودة في المجلدات العتيقة والأصيلة والقديمة بدأت بالتساؤل؟ أكيد طبعا. فمثلا قصة اكتشاف الجاذبية، بينما كان نيوتن جالسا تحت شجرة التفاح سقطت على رأسه تفاحة، وهو ما حفزه على التفكير ودعاه إلى التساؤل عن سبب سقوط التفاحة. طب تخيل كده إن أنت جالس تحت شجرة وسقطت عليك تفاحة، هتعمل إيه؟ أكيد هتاخدها وتاكلها. بس نيوتن ما عملش كده، عمل إيه؟ أول ما سقطت عليه التفاحة هو بص كده وفكر، التفاحة سقطت من أعلى إلى أسفل، طب ليه التفاحة لم تذهب يمينا، لم تذهب يسارا، لم تنحرف؟ أكيد في سبب،
وقعد يسأل ما السبب، وكانت بداية التساؤل بتاعته دي بداية اختراعات كتير. ويلا بينا نكمل ونشوف. فالمخترعات البشرية كلها أساسها الفضول، ولن تجد عالما مخترعا مستكشفا ليس لديه فضول. فمثلا أينشتاين قال: أنا لست موهوبة، أنا فضولي. يعني بداية الموهبة كانت عبارة عن فضول، وكانت عبارة عن تساؤل. وقال دكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء: إن الفضول هو ما قاده إلى اكتشاف الفيمتو ثانية. وطبعا ده أدى إلى اختراع الميكروسكوب رباعي الأبعاد الذي تمكنا من خلاله أن نشاهد المادة بجميع أبعادها. وكده عرفنا أهمية التساؤل وأهمية الفضول، وهو ده كان بداية المخترعات الحديثة. لما يجي يسألني ويقول لي ما محتويات مكتبة والد مالك؟ عرفنا إن مكتبة والد مالك كان فيها كثير من المجلدات الكبيرة والعتيقة. كيف اكتشف نيوتن الجاذبية؟ اكتشفها في البداية عن طريق التساؤل والفضول عن سبب سقوط التفاحة بشكل عمودي لأسفل وعدم ذهابها لأعلى أو لأحد الجوانب. كيف بدأت معظم الاختراعات؟ بدأت بالتساؤل وبدأت بالفضول. تعالوا نشوف أهم المفردات اللي جات لنا في القطعة دي. أول حاجة بيقول لي العتيقة معناها القديمة والأصيلة. طيب يبقى مضادها أكيد الحديثة. وكمان عايز معنى حفزه، وكلمة حفزه معناها شجعه، وكلمة شجعه مضادها ثبته. عمودي معناها رأسي، يبقى مضادها أفقي. قاده يعني أرشده ودفعه، ودعاه مضادها صرفه، صرفه عن الأمر. يلا نكمل بقية القصة. رد مالك متعجبا: وهل هذا يا أبي معناه أن أخي هاني عالم وسيخترع لنا شيئا خطيرا؟ فرد أبي قائلا: الفضول المعرفي هو المعلم الأول للبشر، فالإنسان فضولي بطبعه، وتدل تصرفاته منذ ولادته على طاقة ورغبة في اكتشاف العالم من حوله مستخدما الحواس الخمس. هنا مالك كان متعجب، هل فعلا هاني أخيه الصغير سيكون مخترعا كبيرا عندما يصبح شابا ويخترع أشياء كثيرة؟ من الممكن إذا كان كثير التساؤل، وإذا كان كثير البحث ومحاولة الوصول إلى المعرفة. طيب فهنلاقي إن الإنسان منذ أن يتعلم النطق بكلماته الأولى يبدأ مباشرة في طرح مختلف الأسئلة بطريقة طبيعية، فضوله يزيد يوما بعد يوم، وهذا هو الطريق المثالي للتعلم. ومما لا شك فيه، إذا استمر بهذا الفضول فسيكون له شأن عظيم، فالعلم خزائن ومفتاحه السؤال. ما الطريقة المثلى للتعلم؟ الطريقة طبعا المثلى للتعلم هي الفضول والتساؤل وحب المعرفة والبحث العلمي. يلا بينا نشوف أهم المفردات في القطعة بتاعتنا. أول حاجة، ما معنى النطق؟ النطق معناها الحديث، يبقى أكيد مضادها الصمت. ما معنى مباشرة؟ يعني عاجلا. وما مضاد مباشرة؟ يعني آجلا. متعجبا معناها مندهشا. يلا نكمل نص الاستماع. شكر مالك أباه وعاد إلى غرفته وهو يفكر كيف ينمي فضوله ويستعيد مهارات التساؤل وحب الاكتشاف لديه. وخطرت له فكرة، فخصص مدونة له ليسجل فيها تساؤلاته وفكره وتأملاته. يعني هو فكر من دلوقتي ان هو يبدأ يتساءل، يبدأ يبحث. عمل ايه؟ عمل مدونة، كتيب صغير عشان يدون فيه كل تساؤل هو عاوز يسأله، وكمان النتيجة اللي وصل لها بعد كده. وبالفعل احضر دفترا ورسم على غلافه علامة لماذا، وصار يتحرك به في كل مكان ويدون كل شيء يراه ويثير فضوله. ثم بحث عن الإجابات في الكتب أو بالتصفح على الإنترنت. ابتدى يكتب التساؤل وبعد كده يبحث عن الإجابة. إزاي؟ يا إما في الكتب، يا إما بالتصفح على الإنترنت، يا إما بسؤال أبيه. وحين يتوصل للإجابة يدونها بجانب سؤاله. ولم يتوقف مالك عند هذا فحسب، بل طلب من والده أن يشتري بعض الأدوات التي تساعده في الاكتشاف والبحث، كالميكروسكوب والعدسات المكبرة
وغيرهما، فالسؤال يتبعه بحث وتجربة واستكشاف. يعني ما تكتفيش بالسؤال بس، لازم تبحث، لازم تجرب، ولازم تكتشف. يبقى ماذا قرر مالك لينمي فضوله ويستعيد مهاراته؟ قرر مالك أن يبدأ في السؤال مرة أخرى. تعالوا نشوف أهم المفردات على القطعة بتاعتنا. أول حاجة ينمي، معناها يزيد. مدونة يعني دفتر. طيب ما معنى يدون؟ يدون معناها يكتب، يبقى مضادها يمحو. التصفح معناها القراءة والاطلاع. وبهنا نكون خلصنا نص الاستماع لماذا، بس ما تنساش لسه في تدريبات عشان تقدر تتمكن أكتر من الدرس. هسيب لك رابط حلقة التدريبات في صندوق الوصف، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.